الغربال. في الحقيقة في الغربال كلام الفراج ليس وليد الصدفة. الكلام اللي قاله الزميل وليد الفراج عبر القنوات السعودية وهو يتحدث عن كلاسيكو الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية ويمثل الأهلي والزمالك والكرة المصرية. نسمع الأول وليد الفراج ونشوف. في محمد يقول ايه اللي انت بتقوله ده يا عم وليد؟ نصر وهلال ايه ده؟ الديربي شرق اوسط يبقى الاهلي والزمالك ديربي العالم؟ لا والله يا محمد معلش معلش بعد اذنك يعني معلش يعني شوف العناصر اللي في الهلال والنصر يا عم. انا احب الاهلي وانت عارف انا احترم الكره المصريه بس ارجوك لا يعني ده ديربي على مستوى جمهوريه مصر العربيه فقط لا غير. ايش اللي ديربي ما في جمهور واللعيبه شايف الاسماء يا استاذ محمد انا عارف انك تعشق بلدك وانا احب مصر واحب الدوري المصري بس ارجوك خليك على جنب ما ايش اللي الدوري اللي ما حد يشوفه الا اهل بلده يعني تكلم عن دوري على مستوى ينقل في 40 قناه في العالم يا استاذ محمد حاول تتكيف مع المرحله الجايه لم تعد الامور نتحدث عن الديربي القوي لم يعد الامر يتحدث عن ديربي الرياض لم نتحدث ان الدوري السعودي هو الاقوى أو الأندية السعودية هي الأقوى في المنطقة العربية لا ثبت رسميا أن الهلال والنصر أو النصر والهلال أصبحوا واقعا هم الديربي الأكبر مش في العالم العربي بس بل في الشرق الأوسط. شوف من حق كل شخص يا أستاذ إبراهيم أن يزهو قلت لك بما يملك طبيعي الراجل عايش تجربة مفاجأة مين كان يتوقع في خلال سنتين يبتدي بصفقة كريستيانو دي يبتدي يحصل انقلاب في نوعية الصفقات واستقطاب النجوم حصلت قبل كده في الصين وحصلت في أمريكا بس كانوا بيستقطبوا اللعيبة وهي بتبطل هو هنا بيستقطب لعيبة كبيرة السن لكنها أيضا بعضها مازال قدمه في الملعب وعاملة أسماء فهو يرى أن جلب هؤلاء النجوم هيخلي انظار العالم تتجه معاهم الى الدوري اللي راحوا له وهذا حقه وكان يعلق على يعني رسالة جات له من شاب مصري معتد ايضا ببطولته بمصريته وبما يملك وهذا حقه الغلطة هنا مش غلطة انا ما بحبش المقارنة يعني انت دوري ماشي قوي وبتدعم وعايز تنقله نقله تانية وهذا محدش كابر فيه لانك بتصرف وبتعمل وبتسعى وماشي في السكه دي لكن ايضا بقى وهنا مش برد على حد انا بس بحلل المشهد الكروي المصري عشان الناس تفهم هو ايه مكامن القوه في الكره المصريه ليس التنظيم الجيد فقط يعني ونحن ننتقد التنظيم الكروي عندنا باستمرار وهو انتقاد للسعي الى الافضل يا استاذ ابراهيم واللي ما يعملش كده مش هيتطور عندنا حاجات عايزين نغيرها لكن من اين اتى الزخم بتاع الديربي المصري اهلي وزمالك مثلا اللي كل شويه ممكن يزحموا يخش لك نادي تاني لفتره بعد لكن يبقى الاهلي والزمالك على مدى قرابه 100 سنه هو محل اهتمام العالم العربي والافريقي والاسيوي. كويس؟ ليه؟ ليه؟ لان اذا كانت الحسابات ان الديربيات بقوتها يعني بحساب النجوم طب ما هو الديربي بتاع الاهلي والزمالك مصنف قبل ما النجوم دي وهي موجودة في أوروبا قبل ما تنتقل إلى الخليج أو تحديدا إلى الدوري السعودي كان ديربي الأهلي والزمالك حتى في السعودية هو رقم واحد مصر 120 مليون فمش معقولة 120 مليون داخل وخارج مصر لا من أبناء مصر وحدها ولكن ممكن تضيف إليهم 30 مليون آخرين على الأقل من المحيط العربي والافريقي مهتمين ما يعني هقول لك حاجه تاني
هل الدوري الانجليزي ده كان محل اهتمام المنطقه العربيه ومحل اهتمام المصريين كما يحدث الان؟ لا، مع صلاح الدنيا اختلفت. ايوه، ايه المتغير؟ صلاح. نجم مصري صنع الفارق، شد كل الانتباه، اصبح الدوري الانجليزي في نظر الكثيرين اهم دوري في العالم، لان فيه استقطب يجي 200 مليون متحمس ومشاهد. الى هم نفسهم في انجلترا مستغربين، هيخش صلاح في اي استفتاء بيكسبه. نتيجه قوه المتابع للمحتوى المصري من مصريين ومحبين للكره المصريه لمحمد صلاح. إذن انا ممكن اجيب نجوم واعمل طفره، وهذا حقي، ومؤكد ان وجود النجوم دول هيجيبوا مشاهدات، مؤكد، من مناطق ما كانتش بتتفرج عليهم قبل كده. لكن وانت تفخر بما تملك، ما تقللش من حاجه تانية، لان انا هفخر بما املك لاسباب مش هتروح، محدش هيقدر يتجاهل 120 مليون مصري يتعلقون بكرة القدم بهذا الشغف، وينقلون هذه الحماسة، ولهم أصدقاء على مستوى العالم. وانت شفت النادي الأهلي بيجيله مشجعين وبيسموه بلاجرز من أنحاء العالم عشان يتابعوه، يقفوا معاه ويصوروا معاه. وانا قلت لك يجب أن تستثمر هذه الحالة في الدعاية السياحية حتى. فالأستاذ وليد يحب مصر ويحب الأهلي، وإحنا بنقول له إحنا نبادلك هذا الشعور، ولكننا أيضا بنقول لك أن ديربي الأهلي والزمالك هو في ضمن أو الوحيد من أفريقيا وأسيا والدول العربية اللي موجود ضمن أهم 10 ديربيات على مستوى العالم.